أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع. هذا المقطع نتعرض فيه إلى عائشة، ومرة أخرى الحديث اللي هو بيقول: إني أرى ربك يسارع لك في هواك. قبل ما نخوض في الموضوع ده، موضوع للكبار فقط، لو في أطفال من الأفضل إنه تستبعدوهم عن هذا المقطع. نشكركم. امرأة اسمها هو اسمها هي اسمها أم معروفة بأم شريك، ولكن اسمها الحقيقي غزية بنت جابر بن حكيم. اعتنقت أفكار محمد ودخلت في مجموعة محمد، وفي أما هاجروا إلى المدينة في يوم من الأيام، راحت قالت له: يا رسول الله، خدني لبلادي، أو خدني بقى ليلة، 2 3 أسبوع. وهبت له نفسها، يعني انا في اي لحظة اقول لي وانا هقلع على طول. فانا لما كنت بقرا التفاسير بتاع الكلام ده، المشايخ وهم طبعا مستندين عن اخبار تواترت وجات لهم، بتقول أهم شيء لما كان واحدة تيجي تقول لك ده، أي واحدة ده معناته فيه كتير ممن قاموا بنفس الفعل. أما واحدة تيجي تقول له أنا وهبت لك نفسي، أول شيء كان يبص لها من فوق لتحت كده، يشوف البضاعة شكلها إيه، إذا هي يعني زي ما احنا بنقول في مصر يعني لونة تستاهل، يشوف يعني مؤهلاتها. المسائل مرتفعة ومنخفضة في أماكن معينة، يشوف النظام لو عجبوا المرتفعات والمنخفضات، طب هاخدك انت وهبتي نفسك، هنشوفك الليلة دي. انا مش فاهم، نبي او حتى شخص عادي، شخص عادي خالص بيشتغل حتى اعمال اللي هي بلو كولر، يعني راجل صنايعي مثلا، لو دماغه كده دايما في الجنس والنسوان وعايز دي وعايز اعلم على دي وعايز، ما اعتقدش ان شخص زي ده يقدر يركز في اي مهنة او شغل معين ويعمل انجاز. ده عمال يعني صفية حلوة يروح واخدها لفة وهي على سرير مراته في الليل اللي هو كان مفروض ينام معاها، مع مراته بنت عمر بن الخطاب، يعني واحد من المؤسسين الكبار في الفكر الإسلامي، بنته متجوزة محمد، جاله واحدة هدية اسمها ماريا القبطية من مصر، ما قدرش يمسك نفسه. جات مراته مسكته هو في الفعل. صيحت له. ده خلى عائشة دماغها تشيط، لأن بالإضافة للي بيعمله ده، يعني كمراهق فوق الستين، يعني اهمد بقى. أنا يعني رأى
لو انت مثلا عندك 20 سنة، نقول عيل وتافه يعني مش عارف تحكم نفسك، انما 60 سنة ولسه بتعمل اعمال العيال بتوع المراهقة دول، انا مش فاهم ايه ده. انا في كمان حادثة بس دي انا ما جهزت لهاش، بس اذكرها كده، ان هو كان قاعد بيتكلم، قاعد مع اصحابه بيتكلم، وواحدة ست عدت من قدامه، ما قدرش يمسك نفسه مع ان اصدقائه او اصحابه اللي قاعدين بيتكلموا معاه مفيش اي حاجة خالص. الست عدت وشافوها وهو شافها، ما قدرش يمسك نفسه، ساب اصحابه قاعدين وراح دخل لمراته زينب اللي كانت مرات ابنه، اللي هي تعتبر بنته، يعني هي مرات ابنه بتعتبر بنته بس طلقها من ابنه بالتبني عشان ايه ياخدها. دخل عليها عمل معاها اللي عمله، وطلع بعد كده مع اصحابه يقول لهم المرأة تأتي في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. في ايه تاني في دماغك؟ انا مش قادر استوعب دي. المهم الست دي اللي هي ام الشريك جات وهبت له نفسها. هو طبعا في نسوان خايبة كتير، مش معنى ان واحدة ست تيجي توهب لي نفسها حتى لو يعني يعني حلوة، لو حلوة وانا في سن الستين يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه. يعني من الصعب جدا انه انسان في السن ده يقوم بحاجات المراهقة بتاع الاطفال، لعب العيال ده يعني، لكن ده اللي حصل. فلما ام الشريك دي قالت له نبى اخويا تاخدني لفة يا رسول الله صلى الله عليك، بصلها لقى مؤهلاتها مش بطالة، في مرتفعات ومنخفضات. طيب فاللي حصل هنا انه عائشة اللي هي البنت الطفلة اللي اتجوزها وهي 9 سنين فهمته، فإن هي تبصله كده وتقول حديثين، تقول إني أغار على رسول الله من النساء التي يهبن أنفسهم له. هحط لكم الديسكريبشن بتاع ال هحط لكم اللينك بتاع الحديث ده في الديسكريبشن بوكس. يعني حاسة إنه إزاي إنه في واحدة ست تيجي تقول لواحد خدني الليلة دي، يا حاسة ان دي فيها حاجة غلط. هو طبعا فيها حاجة غلط، دي دعارة كويس. وراح محمد منزل له، جبريل منزل ضرب له ايتين تلات ايات، يعني خد اللي يحب، خد اللي يعجبك مش مشكلة. ويعني عملوا زي ربنا، زي ميكانيكي سيارات قاعد في شبرا فاتح الدكان بتاعه، ويجيله مثلا اما محمد يتزنق في حاجة يبعت له بقى المرسال، جبريل ده الواد المرسال، فعلى طول ربنا بقى قاعد يلبي طلبات سيده محمد. قاعد بقى عمال بيشد شيشة وبيراقب العمال بقى بيعملوا بيصلحوا السيارات. قالها جبريل زي أفلام مصر بتاعت زمان دي، الأبيض وأسود، عبد الفتاح القصري مثلا. قالها جبريل انزل قال لسيدنا النبي الأمي وقول له العملية مفتوحة معاك، مالكش أنت دعوة، هو المؤمنين كل واحد ليهم 4 نسوان، أما لك أنت مفتوحة. مش كده وبس، لو واحدة وهبت لك نفسها، ده في القرآن، امرأة تهب نفسها للرسول، الرسول على طول شغال.
فعائشة انتبهت لدي. فحديث تاني بتقول له إني أرى ربك يسارع لك في هواك، يعني مش داخل دماغي إن ربنا قاعد مستني كل أنت ما عايز واحدة كده ولا كده عايز تجيبها. جبريل وقع على الباب كده مستنيك على طول مع الإجابة، خد دي مش مشكلة، هتضيق على نفسك ليه؟ وفي موضوع حفص، موضوع ماريا القبطية، لما حفصة مسكته شلقت له، قال لها طب خلاص هحرمها على نفسي، مش هلمسها تاني، خلاص بقى محرمة عليا. بس زي ما قلنا في المقطع اللي فات، ما قدرش يظهر انه انبسط من ماريا، ما قدرش يحكم نفسه، فراح على طول بقى جبريل جاي له، انت ربنا عارف انت قلبك فيه ايه من ناحية ماريا وكده، وانت ليه تضغط على نفسك كده، ملكش دعوة بالنسوان، يقول اللي يقولوه، انت انبسط، خد ماريا حللها تاني لنفسك. فما دام بقى جت من جبريل مين هيعترض؟ مفيش حد. المهم فنرجع لعائشة ان هي فهمت الموضوع ده. طيب ليه يعني، هل في ست اولا هل في ست محترمة تيجي حتى لرجل رجل اعمال او رجل ثري او وتقول له خدني الليلة دي؟ مش دي هتبقى دعارة على طول يعني؟ هل في ست محترمة بتعمل كده؟ ولو في ست تعمل كده، هل في راجل محترم يقبل ان واحدة ست تيجي كده ما يعرفهاش وهو متجوز كمان، واحدة تيجي تقول له خدني الليلة دي على طول كده يروح عامل كده؟ هل في راجل محترم بيعمل كده؟ ده انتبهت لي عائشة. لكن هنا السؤال يعني الحيوي، طب ما انتي ابوكي وامك باعوكي ليه؟ بزنس عشان يعملوا قرشين، وانتي شايفة ده ومستحملة ليه؟ لانه في فلوس جاية، وعارفة انه اكبر منك بكتير وهيموت قبلك، وكله ده هيبقى تحت ايدك، تحت سطوتك انتي، كويس؟ فاه في تعب انه اتحمل القرف ده هو وانتي مش مقتنعة بيه، صح، ولكن انتي وابوكي وامك وكل الشلة اللي حواليكو ساكتين ليه؟ لانه في منفعة مادية. الاسلام مبني على النهب، الانفال، الأنفال والغنائم، كويس، يغزو قرية أو مدينة أو يوقفوا قافلة وينهبوها، ما تسمعش إنه بعد مثلا ما استوقفوا قافلة أو راحوا مثلا غزوا مدينة أول شيء عملوه إنهم علموا الناس الدين، مفيش الكلام ده، مفيش، محدش منهم كان بيعلم دين. حتى لما راحوا مصر كانوا بيغزوا وينهبوا وياخدوا أنفال، مفيش حاجة، مفيش حديث أو شيء يذكر إن هم بعد ما وصلوا أي مدينة أو بلد بدأوا يعلموا الإسلام، الأول النهب والسرقة وتوزيع الغنائم. فعائشة ذاتها عرفت الشيء المشين ده لكنها استمرت فيه. ده زي اللي بيعملوه نساء المافيا، عارفين ان ازواجهم حرامية ولصوص لكن فيها عائد مادي. نشكركم ونرحب بتعليقاتكم.